على قهوة على نجوم اف ام، ورمضان كريم لكل مستمعينا الكرام. ووصل استوديو نجوم اف ام واستوديو على القهوة اخويا العزيز مصطفى حسني. استاذ مصطفى منور على القهوة. الله يكرمك يا احمد، ربنا يسعدك ويحفظك يا رب، وتحياتي لمصطفى عاطف حبيبي وصديقي. مصطفى منورنا. ربنا يحفظكم. النهارده عندي اثنين مصطفى واثنين حبايبنا وحبايب المستمعين. ممكن تقولي انا درش وهو مصطفى. طب ايه درش وتيتو؟ كويس. استاذ مصطفى حسني، احنا يعني خلاص الحمد لله بدانا هذا شهر كريم، فضلنا نقول اللهم بلغنا رمضان الحمد لله بما فيه الكفايه، وربنا استجاب لدعوتنا وبلغنا هذا الشهر الحمد لله. وماذا بعد؟ واحد رمضان جه وعدى. فايه؟ في ناس النهارده بتقول انا كنت بدعي اللهم بلغنا رمضان، بس لما جه رمضان ما عملتش حاجه. عدى عليا هو واحد رمضان وما عملتش حاجه، صمت وفطرت. فالغلط عندنا ولا ما رتبناش من الاول صح، ولا كانت البدايه غلط؟ بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. طول ما ربنا حي، طول ما الامل باقي ان احنا نبقى مقبولين ومتمتعين في كرمه ورحمته وعفوه وقبوله لينا زي ما احنا كده بعيوبنا. لو سالتني طول ما ربنا حي هو ربنا حي قد ايه، اقول لك ربنا قال فتوكل على الحي الذي لا يموت. فما دام ربنا حي وانفاسك لسه بتخرج وتطلع منك، يبقى انت حي وربك حي. فاعرف ان هو ايادي مبسوطه، ربنا عز وجل يبسط يده للعباد لانه بيحب لحظه الصلح اللي بينه وبين العباد. بل خليني اقول لك هو عايز لحظه الصلح اللي بينه وبين العباد. بسم الله الرحمن الرحيم، والله يريد ان يتوب عليكم ويريد الذين يتبعون الشهوات ان تميلوا ميلا عظيما. يريد الله ان يخفف عنكم وخلق الانسان ضعيفا. اذا اراده ربنا سبحانه وتعالى بالعباد هي اراده ان هو يقبلهم. كون ان ربنا يتوب على انسان يعني ربنا يقبله. فاي واحد النهارده بعد واحد رمضان ما عدى وبدينا اتنين رمضان، يعرف كويس قوي ان ربنا عز وجل فتح ابواب الجنه لانه حابب ان الناس تخش الجنه. كتير مننا ما بقاش مدرك طبيعه العلاقه بينه وبين ربنا. طبيعه العلاقه بيننا وبين ربنا مش طبيعه عبيد بملك بيذلهم عشان يتاكد ان هم بيعظموه ولا لا، هي طبيعه عبيد بحد بيحبهم. وهم عبيد لربنا مش عشان يذلهم، هم عبيد لربنا عشان لو مش عبيد لربنا هيبقوا عبيد لحاجات تانية. عشان كده الشيخ الشعراوي دايما كان بيقول ان اشرف شيء في الدنيا انك تبقى عبد ليه، لانك لو مش عبد على رب لربنا متوكل عليه هو وبتلجأ ليه هو، هتبقى عبد للراجل بتاع العيش اللي لو ما رضيش عنك مش هيديك، وعبد للدكتور لو ما رضيش عنك مش هيشفيك، وعبد لمديرك اللي هيقبضك لان الرزق بايديه. فاصلا عبوديه ربنا هي شرف وليست ذل الانسان المقهور فقط. فانا بقول لنفسي اولا ولكل واحد، عدى واحد رمضان لكن لسه ربنا باقي. وممكن كمان لو عدى عليك اتنين رمضان وتلاته رمضان، طول ما ربنا باقي وانفاسك لسه فيك، فافتح عينيك كده وانت ساجد، قول يا رب افتح لي الباب واشرح صدري. وخلينا انتقل معاك يا احمد، أنا نفسي أنسى رمضان اليومين دول. ودي جملة صادمة. بمعنى أنا كنت أقول لك يعني إيه أنسى رمضان؟ أنا عايز أكون عبد رباني مش عبد رمضاني، أنا مرعوب إن أحط جدول. أنا زمان كنت بحط لنفسي جداول في رمضان يا أحمد. واكتشفت وده رأيي قد يأخذ بيه البعض وقد لا يأخذ بيه، وهي عن تجربة. وتجربة ونظرة في حال النبي عليه الصلاة والسلام. هحط لنفسي جدول في رمضان، جدول سبيشال. يعني ايه سبيشال؟ يعني متميز. هصلي بطريقه عمري ما صليت بيها، وهصوم، كلنا هنصوم بلاش اصوم، هصلي بطريقه عمري ما صليت بيها، وهانفق بطريقه عمري ما انفقت بيها، وهعمل بحاجات عمري ما عملتها، وهيخلص رمضان وهرجع زي الاول. وصدقني ده مش نجاح. انا هاخد خطوه في رمضان يا احمد. خطوه قلبيه وخطوه عمليه. الخطوه القلبيه انا هبحث عن الله عز وجل. هعيش بنفسيه الباحث عن الله. هدور النهارده ربنا هيقول لي ايه؟ هفتح قلبي لرسائل ربنا اللي هتبقى على ألسنة الناس. ترى ربنا عايز ينصحني بايه؟ ربنا مش هيكلمني، انا مش سيدنا موسى. لكن هيكلمني عن طريق ناس كتير هتقول لي عيوب فيا،
هتحط في موقف اكتشف ان انا عصبي، وهتحط في موقف اكتشف ان انا بخيل، واكتشف ان انا متسرع، او اكتشف ان انا كريم فاعرف الميزه اللي جوايا، فهيقول لي على ميزتي وعيبي، هفتح قلبي ده. هفتح قلبي في الصلاه، هدور على ربنا النهارده، انا النهارده صليت التراويح، يا ترى ربنا قال لي ايه؟ انا النهارده ربنا قال لي حاجه وهقول لك عليها. هفتح قلبي وانا بقرا قران، هحاول اختم يا احمد السنه دي، هحاول، لكني الاصل مش داخل بنيه الختم، مش عايز ناس تستغرب من كلامي، لان انا عارف ناس كتير قوي بيختم في رمضان ما يعرفش اي حاجه عن المصحف طول السنه، ومش هو ده العبد اللي ربنا عايزه. ربنا مش عايز واحد عنده حصاله حسنات اسمها المصحف هقتنص الحسنات دي في رمضان وانسى. انا لما بفتحش المصحف خالص طول السنه هقدس 20 دقيقه او 30 دقيقه هحطهم، وحطهم في وقت أقدر أكمل عليه طول السنة يا أحمد. هيبقى رمضان بداية تعرف على الله من خلال كتابه، مش رمضان هجري عشان أخطف حسنات المصحف وبعدين أعيش هاجر للقرآن فالنبي يشتكيني، حط تحتها 100 خط وقال الرسول يا رب إن قومي اتخذوا هذا القرآن مهجورا، شكوة النبي من الناس يوم القيامة اللي ما يعرفوش حاجة عن المصحف غير في رمضان، ده كده هاجر للقرآن. يا عم ما تسيبنا نختم في رمضان وخلاص، يا رب تختموا يا رب واختم معاكم، لكن نهجر القرآن، نهجر قراءته فينبني عليها نهجر تدبره، فينبني عليها نهجر العمل به، مش دول المسلمين اللي ربنا عايزهم اصلا. ربنا عايز واحد ليه علاقه بالقرآن مستمره يا احمد. فانا لو ما بمسكش المصحف طول السنه المستهدف ان انا ابني علاقه مع الله عن طريق كتابه، فهكرس نص ساعه بس هحطها في وقت اقدر استمر عليه بعد رمضان يا احمد. مش هقول بص هختم ختمتين وثلاثة، لا لا لا، ربنا يتقبل يا رب، لكن مش هو ده اللي ربنا عايزه. ربنا عايزك تكون من أهل القرآن اللي هم أهل الله وخاصته. فأنا السنة دي هحط نص ساعة بإذن الله بإذن الله بإذن الله، نص ساعة دي إن شاء الله يعني هبدأ أستمر عليها في رمضان وبعد رمضان. قدرت أختم في النص ساعة دي يبقى ربنا كرمني وساعدني، ما قدرتش يبقى ربنا كرمني وساعدني إن أنا بقيت من أهل القرآن. فأنا هدور على ربنا، أنا مش داخل غير بالنية دي، هدور على ربنا عز وجل في كلام الناس وفي الأحداث اللي بتحصل حواليا، هدور عليه في الصلاة بيقول لي إيه، هدور على ربنا في القرآن هعرفه، عايز أعرف ربنا. أنا ما أعرفش حاجة، يا ما بيبتليني بحاجات مش فاهمه ولا فاهمه ليه مأخر عليا نعم أنا عايزها ومديها لناس أنا شايفهم يستحقوش، ولا فاهم بخش في الصلاة بيقول لي حاجات مش فاهمة، أنا مش فاهمه، عايز أفهمه، عايز أعرفه. فأنا هاخد الخطوة دي في خطوة قلبية تجاه الله عز وجل، وفي كل عبادة أنا مقصر فيها حاول ناخد خطوة فيها. مش ممكن واحد يا أحمد يكون ما بيصليش الفجر يطلع من رمضان ده إلا واخد عهد لو خد الخطوة ده يبقى ده إنسان فعلا أنجز، هصلي الفجر السنة دي، ويواظب عليه 30 يوم بنية إنه يكمل بعد رمضان، ما ياخدش خطوات 10 أضعاف اللي هو بيعمله ثم بعد ذلك نفاجئ إنه بعد رمضان زي ما هو. وده السؤال اللي بيجي لكل السادة الدعاء والشيوخ، احنا وقعنا بعد رمضان، عدنا كما كنا. والحقيقة ان هدية ربنا، لازم كل واحد يدرك ان رمضان هدية من ربنا يا جماعة. الله يتقرب الينا برمضان، يتقرب الينا بالمغفرة، لان في الاخر هو مش هيعود حاجة على ربنا لما يغفر، زي بالظبط لما انت تجيب لي هدية لن يعود منك عليك اي شيء، انت دفعت فلوس لا هيعود عليك حاجة، انك هتشوفني فرحان، اهو ربنا بيغفر لنا عشان يشوفنا فرحانين، مش عايز يشوفنا في النار. ما يفعل الله بعذابكم، ربنا بعت لنا عتق من النيران عشان يشوفنا في الجنة بنتنطط وفرحانين. ربنا بعت لنا مغفرة ورحمة عشان لما يرحمنا هيسر علينا امورنا في الدنيا والاخرة فيشوفنا مستقرين ومتهنيين بيه وبعطاياه. فرحة ربنا من فرحتنا. فانا السنة دي ناوي ادور على ربنا الباحث عن الله. يعني انا نفسي عمال افكر لان احنا يعني فعلا القران وطريقه يعني تعاملنا معاه لازم فعلا زي ما حضرتك قلت تتغير شويه، يعني ليست بالكم. خليكم لسه معانا على القهوه على نجوم اف ام، ولسه معانا استاذ مصطفى حسني، وبنتكلم في استقبال هذا الشهر الكريم وبعد مرور اول يوم ان شاء الله اللي جاي يكون افضل باذن الله، ومعانا المنشد الجميل مصطفى عاطف. مصطفى سمعنا ايه بعد الكلام الحلو ده؟ اللهم أنت
أنت ربي لا إله إلا أنت، خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت. أعوذ بك من شر ما صنعت، أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي، فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. انتم مع على القهوة مع أحمد يونس على نجوم فهم. أنا والشوق والأمل ولحن خاشع جزل، أنا والشوق والأمل ولحن خاشع جزل، أتينا حامل القرآن نحييه ونحتفل. أخي لو تنصف الدنيا لصارت خلف مسراك، وأمست من مباهجها قلوب الناس تهواك، فأنت لكوننا مولا ورب الكون مولاك. أنا والشوق والأمل ولحن خاشع جزل، أنا والشوق والأمل ولحن خاشع جزل، أتينا حافظ القرآن نحييه ونحتفل. لسه احنا مع بعض على القهوة على نجوم اف ام، والقارئ مصطفى عاطف بيسمعنا يعني القراءة الجميلة، وهنسمع منها القرآن الكريم كمان شوية عشان الفجر بقى ان شاء الله. وفكر المستمعين الكرام ان شاء الله ان اذان الفجر الساعة 3:30 و6 دقائق، ولسه معانا استاذنا مصطفى حسني. وقبل يعني هقف وقفة كده عشان احبك ربي، عشان بدأ اليوم ان شاء الله الحمد لله بحمد الله الحلقة الاولى، والحمد لله ردود الافعال كريمة جدا، ولكن ادينا فكرة عن البرنامج عايزين نعرفه اكتر. أنا طبعا يعني أحبك ربي ده برنامج رمضان، لكن وأنا بحضره ولما صورته حسيت إنه مش برنامج، حسيت إنه هو تجديد لأرواح المسلمين مع الله سبحانه وتعالى، تجديد لأرواح أعمال صالحة هي أحب الأعمال إلى الله عز وجل. قعدنا نبحث عنها وندور وراء كلام الصحابة وكلام ربنا عز وجل، إيه أكتر أعمال ربنا بيحبها، عشان كل يوم نتعلم عمل، بس نتعلمه ونفهمه، نفهم ربنا بيحبه قد ايه وبيحبه ليه وبيحبه ازاي، عشان كل يوم نفهم نعبد ربنا عز وجل. ممكن تكون اعمال بعضنا بيعملها واعمال بعضنا ما يعرفهاش، هي احب الاعمال الى الله عز وجل. اعمال كتير مننا من واقع تجربة شخصية واختلاط بالشباب بنعملها من غير روح، بنعملها لانها تكاليف شرعية، اللي بيعملها بياخد عليها حسنات واللي ما بيعملهاش هيتعذب، فبيبقى جوانا كده عايزين نعمل الأعمال دي علشان ما نفقدش ثوابها، وده دافع جميل جدا ودافع راقي جدا. لكن الدافع ده ساعات كتير قوي بيخلينا نعمل أعمال كواجب لازم يتعمل عشان تنجح آخر السنة، مش كإحساس بالعمل. ولما أي عمل تفقد إحساسه على طول تفقد أثره في نفسك، بتفقد حاجة تانية كمان جميلة أو تفقد المتعة اللي انت بتعمله بتعمل العمل ده بيها، والإحساس الجميل اللي ربنا يحب يشوفه في قلبك. فاحنا السنة دي ناويين نفهم نعبد ربنا بفهم. خلاصة أحبك ربي كل يوم هنتعلم عمل من أحب الأعمال إلى الله عشان نهديه لربنا كل يوم بنفس بفهم، فنطلع كل يوم متعلمين العمل ده كويس، عارفين ربنا بيحبه قد ايه، عارفين يتعمل ازاي، وعارفين الشعور اللي المفروض يكون جوه قلبي وربنا شايفني بعمل العمل ده، فتعلق بالعمل. ولو تعلقت هثبت يا أحمد، وأنا بحط خط تحت كلمة هثبت،
هثبت لاني هستمتع، هثبت لاني هحس بربنا ازاي شايفني وعالم باللي جوايا وانا بعمل العمل ده. احبك ربي كل يوم عمل من الاعمال الصالحه اللي النبي قال ربنا بيحبها، او ربنا قال ربنا بيحبها، او الصحابه سالوا اي الاعمال احب الى الله يا رسول الله، فالنبي جاوب عليهم. فانا بقدم بين ايدين حبايبنا اللي بيسمعونا دلوقتي كل يوم عمل جديد، ممكن يبقى عمل قلبي بيتعمل بالقلب، لان الاعمال مش اعمال، الصلاه ده عمل بدني لكن جواه مشاعر محتاج الواحد يحس بيها. في بقى اعمال قلبيه صرف زي الخوف من ربنا والانكسار لربنا عز وجل. مثلا يعني ازاي احس بالعمل ده واعمله بحيث ربنا يبص في قلبي يلاقي شعور هو بيحب يشوفه في نفوس المؤمنين؟ كل يوم عمل صالح قد ايه ربنا بيحبه وبيحبه ازاي؟ في سؤال كان جاي يعني ممكن يكون مر على كتير مننا، كان بيقول ان انا النهارده رحت صليت، ما صليتش التراويح امبارح، ما كانش يعرف ان هو الصلاه بتبدا من ليله رمضان. بيقول رحت صليت اول يوم رمضان اللي هو خلاص احنا بننهي هذا اليوم، وبيقول كنت سعيد جدا وكنت مبسوط قوي وانا فرحان، مجرد ما دخلت الصلاه تهت، ما بقتش في الدنيا، ما بقتش عارف حاجه، وحسيت ان انا قله ذهابي للمسجد كانت هتبقى احسن. سألت الشيخ موجود في المسجد فقال لي لا تعالى مرة واثنين وثلاثة واستعيد بالله من الشيطان الرجيم وحاول مرة واثنين وثلاثة وان شاء الله اجتهادك اكتر هيخليك تركز في الصلاة. هو دلوقتي الهاجس اللي جواه ان هو خايف ان يكون ذهابه للمسجد لا ثواب، عشان اول يوم فات يعني، ولا عشان هو خايف ان كل اللي جاي يبقى كده، ان هو مجرد ما بيدخل المسجد بينفصل تماما عن الصلاة ودماغه بتشت وما بقاش مركز في الصلاة وبيتأفف من الإطالة في الصلاة. اوكي، وطبعا أنا يعني خليني أقول إن الصلاة وعبادات تانية كتير سموها العلماء رياضة النفس. يعني إيه رياضة أصلا؟ إحنا في أذهاننا واحد بيلعب رياضة في الأول ما بعرفش، وبعدين بيبدأ يتعلم، وبعد ما يتعلم يبدأ تواجه شوية صعوبات، يبدأ يتعلم أكتر. إن هو أي رياضة في الدنيا بتحتاج تمرين، بتبدأها الأول ضعيف وبعدين بتتقوى. أهو العبادات بيسموها رياضات النفس. في الأول هتخش المسجد مش حاسس بحاجة، لكن خليك واقف على باب ربنا سبحانه وتعالى. والعلماء بيقولوا من أدمن طرق الباب يوشك أن يفتح له الله. طول ما انت واقف على باب ربنا عز وجل في لحظة ربنا هيفتح قلبك، وتلاقيك بدل ما انت واقف في المسجد متأفف من الإطالة هتلاقي نفسك فجأة حاسس انك انت أسعد إنسان وعايش في جنة الدنيا. فأنا بقول لصديقي ده صاحب السؤال، خليك واقف على باب ربنا حتى لو مش حاسس بحاجة. يكفي انك انت، وخليني اقول لك حاجه بقى مهمه قوي، النهارده واحد واقف مستمتع بالصلاه فمستمر، الاستمتاع ده دافع ليه ان هو يكمل صلاه. طب تخيل واحد واقف في الصلاه يا احمد ومش مستمتع، ومع ذلك حب ربنا اللي جواه مخليه واقف مع انه مش مستمتع، بس هو مش قادر يمشي لان ربنا، لا انا مش هسيب بيت ربنا، ده انت كبير قوي عند ربنا عز وجل. فبقول لصديقي خليك. انا شايف بطرف عينيا سؤال يا احمد، حد بيقول لي هو مش الصحابة كانوا بيزودوا العبادات في رمضان لأن رمضان ثوابه أعظم؟ أكيد أكيد، سيدنا محمد كان صلى الله عليه وسلم بيعتكف في رمضان، والصحابة كانوا بيزودوا العبادة، لكن زي ما قلت لحضراتكم الصحابة كانوا بياخدوا خطوة عن اللي هم فيه فكانوا بيزودوا. وده طلبي من نفسي ومن كل اللي بيسمعوني، طلبي من نفسي إنهم ياخدوا خطوة، لكن خطوة من حيث هم فيه. لما بيصليش الخمس فروض خطوته السنة دي إنه يواظب على الخمس فروض في رمضان عشان يطلع قادر يواظب عليهم بعد كده. الصحابة كانوا مواظبين على عبادات معينة بيزودوها، زي ما انت لما بتصليش هتزود وتصلي الخمس فروض. طب واحد بيصلي الخمس فروض مستهدفه في رمضان إنه يصلي معهم السنن يا أحمد، الصحابة كانوا بيصلوا الفروض والسنن فبيزودوا مثلا قيام الليل في رمضان. واحد بيصلي الفروض حط معاها جزء من قيام الليل أو في التراويح، حاول تصلي قد ما تقدر، بس ما تحطهاش بنية ان انت هتصلي في رمضان، بنية انت نفسك حالك ينصلح مع الله. لا تكن عبدا رمضانيا، كن عبدا ربانيا. الروح بالروح دي لازم نزود العبادة في رمضان، ولكن ليست بنية ان احنا رمضان جه، رمضان ماشي. فلو مشيت نية التقرب الى الله مع مشيان رمضان وغربت شمس رمضان بشمس العلاقة مع الله عز وجل، ده مش نجاح. انا عارف ان كتير من الاوقات، وانا مصر بقى سنين بتكلم في المعنى ده ومصر عليه، أيها المؤمنون المفروض ناخد خطوات إلى الله مش خطوات إلى رمضان. فالطبيعي أن فعلا صح صاحب أو صاحبة السؤال ما خدش بالي من الاسم، صح الصحابة كانوا بيزودوا العبادة في رمضان، لكن الأصل بيزودوا خطوة عما هم فيه. فأنت كمان زود
لكن لو عايز تزود، زود بالمقدار اللي تقدر تستمر عليه في رمضان، عشان ما تنهكش فتطلع من رمضان عندك حالة ملل، عندك من جواك شعور مش قادر تقول عليه أنا هقوله لك، بتحمد ربنا رمضان خلص، جواك حزن الأيام المفترجة راحت، بس جواك من جوا خالص كده قوي 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 يعني كده التنهيدة اللي أنا عملتها كده خلص رمضان خلص. فاهم قصدي ولا لا؟ يعني اللي هو يعني طبعا حمل. فالحل ايه؟ اللي هو البداية بخطوات، خطوة بالبدن. هنعبد ربنا، هنزود عبادتنا على اللي احنا بنعملها بقدر نعرف نستمر عليه بعد رمضان. بس الاهم من البدن يحمد القلب، دور على ربنا، ارجوك دور على ربنا، دور على ربنا في الصلاة، دور على ربنا في القرآن، دور على ربنا في احداث اليوم، كما يقول ابن عطاء الله العاقل من قال كل يوم ماذا سيفعل الله بي، والغافل من قال كل يوم ماذا سأفعل. العاقل اللي شايف ان كل احداث الدنيا هي من ترتيب الله، بيعلمك منها معاني، فانت اجهز انك تتقبل المعاني اللي ربنا سبحانه وتعالى بيفتح قلبك ليها، تركزش مع نفسك بس ايه اللي هيحصل لي، تصرفاتي، تصرفاتك هي ردود افعالك مع اقدار الله، فركز اقدار الله ايه، ثم شوف ردود افعالك، لان ردود افعالك بتبين نفسيتك وشخصيتك، شوف عصبيتك هتبان ازاي، شوف تسرعك هيبان، شوف كرمك هيبان ازاي، شوف اقبالك انك تساعد لوجه الله من غير مقابل هيبان ازاي. اخلط ردود افعالك مع اقدار الله، تطلع بصفاتك عيوبك ومميزاتك، ركز ربنا هيبينها لك، ابحث عن الله عز وجل. خليكم لسه معانا مستمرين على القهوة على نجوم اف ام، ورقم الرسائل بتاعنا 106، اي حاجة عايزين تبعتوها للأستاذ مصطفى حسني هو موجود معانا على القهوة، والفان بيج بتاعتنا هي نجوم اف ام داش على القهوة، NOGOUMFM داش على القهوة. انا مش عارف اللي عندي، مش عارف اقول ايه، انا تهت شوية، او يعني حتى حضرتك في الاول وانت بتقول لي، قلت لك اللي انت بتقوله هو ده اللي كل الناس نفسها تعمله، ابتداء من اول ما قلنا تدبر القرآن وصولا للبحث عن الله سبحانه وتعالى. ولكن احنا يعني هل احنا بنستسهل وبناخد رمضان كده وخلاص، اصلي واصوم وافطر واصلي تراويح وشويه في اخر رمضان نصلي تهجد، هل ده استسهال ولا ده هروب من فكره ان انا ادخل نفسي بقى واقول انا قد الكلام ده، الكلام ده كبير عليا قوي؟ افتح الكاسيت ولا اكون امين؟ لا امين. افتح الكاسيت اقولك يعني ايه؟ يعني أشغل لك دلوقتي الشريط جوايا اسمه فضل رمضان وكر اللي أنا حافظه المعتاد. وبعدين أن يحصل حماس عند الناس يفطر زي كل سنة، لكن الصادق الأمين علمنا نكون أمناء. أنا تعلمت أن فعلا رمضان هو خطوة إلى الله، مفروض تبقى خطوة نحاول نستمر عليها. فلو بعض أصحابنا، أنا كنت مستنيك يا مصطفى النهاردة تيجي تحمسنا رمضان علشان نبقى لهلوبة، طيب أنا يعني يا ما حمست نفسي وحمست الناس حواليا وشفت المصير المتكرر. أنا بحمس كل واحد فينا النهاردة أن يكون أمين مع نفسه، يكون صادق مع نفسه. أنت عايز ربنا ولا عايز تخطف ثواب رمضان وتنسى ربنا؟ لا، أنا عايز ربنا. يبقى ربنا بيقول لك كما قال صلى الله عليه وسلم، أحب الأعمال إلى الله أدومها وإن قل. يبقى أنا عايز أستغل فضل ربنا في رمضان أني أواظب على أعمال. عايز فعلا تعرف يعني إيه عبد قريب لربنا، هو العبد اللي بيعمل أحب الأعمال إلى الله. يا رب إيه أحب الأعمال إليك؟ أدومها وإن قل. فأنا يا أحمد تاني بقولك لازم نكون أمنا مع نفسنا. أنت بتقولي من شوية مصطفى أنا طيب اتلخبط، أنا مش عايز أفتح الفايل ده، مش عايز أفتح يعني الباب، الملف الأسهل إن أنا أجتهد قوي قوي وبعدين أمل شوية بعد 10 أيام، وبعدين أجي أصحى تاني في الأيام الوتر بتاعت رمضان زي كل سنة، زي كل سنة صحيح. ثم بعد رمضان أسوأ ليلة في حياة المؤمنين كلهم ليلة العيد، حيث المعاصي في بلادنا أكن رمضان هم ونزاح. أصعب صلاة ظهر بتعدي في المساجد هي ظهر العيد، فاضية جدا، خلاص بقى خلصنا بقى رمضان. تحول رهيب. والسنة دي طبعا هيبقى رمضان هينتهي بعد العيد، وبعد العيد هيبقى كله مصايف، فنفسنا نصيف بروح رمضان، فكرة نستمتع. ان هو خرجنا من الخنق. بص، خرجنا من واجب كان علينا كان لازم نعمله، لان لو ما عملناهوش هنبقى وحشين ومقصرين. معلش يا احمد انا مصر استخدم كلمة كان هم وراح،
مع انه هو ما حدش في المسلمين اللي ده موجود عنده. ما بنصرحش بها قولا، لا يمكن، ولكن لا يمكن، وانا لا ادعي ابدا، وده اتهام يبقى في ظلم، ما حدش في المسلمين يقول كده. بس ساعات التصرف بعد رمضان انطلاق حريه بعد، لا يا جماعه خلاص بقى العيد جه، العيد جه، خليني اقول لك حاجه، خليني اقول لك كل حاجه. انا اتعلمت حاجه، ان كل المؤمنين بيحبوا ربنا، اللي ظاهره طائع واللي ظاهره بيعصي، اللي فاكر ربنا واللي بينسي، الكل بيحب ربنا. بس يمكن نكون محتاجين حد كلنا وانا اولكم يطبطب عليا ويقول لي طريق ربنا اثبت عليه ازاي، مش طريق ربنا اسخن عليه ازاي، طريق ربنا اثبت عليه ازاي. نفسي دايما احس ربنا قريب، نفسي ما احسش ان ربنا قريب بعدين اختفي كده الاحساس ده بسبب ان انا كنت كويس وبعت، كنت جامد ووقعت، كنت قريب وانتكست. مش عايز اعيش كده، عايز اعيش زي ما الصحابة عاشوا في حياة النبي قريبين، وبعد ما النبي انتقل للرفيق الأعلى برضو قريبين. نفسي أعيش العيشة دي. العيشة دي مش هتيجي إلا لما يكون وصلي بربنا عز وجل مبني على بحثي عن الله. طور عليه، طور عليه في كل لحظة في كل مكان. خليني أقول لك حاجة يا أحمد، أدور عليه وأنا بعصي. كتير مننا فاكر أو مش واخد باله إن ربنا قريب منك جدا وأنت بتعصي. عارف قريب بإيه؟ قريب بحفظه ليك ورعايته ليك. ولو ربنا كان بعيد عنك كان زمان ربنا استجاب دعوة البحر والسماء والجبال، يا رب إئذن لي البحر أن أغرق ابن آدم فقد أكل من رزقك وعبد غيرك. وأنا بعبد شهوتي وأنا بعصي، بطيع شهوتي وأنا بعصي. يا رب إئذن لي أن أطبق على ابن آدم الجبال والسماء فقد أكل من رزقك وعبد غيرك. ربنا معايا وأنا بعصي بيحفظني. بل خليني أقول لك حاجة رائعة عن رب العالمين. ربنا عز وجل خالف تهديده لما احنا عصينا، لأن ربنا هددنا وقال لنا وتوعد وقال لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. قال أهل العلم الشكر بالنعمة أن تطيع الله، وكفر النعمة أن تعصي بها. فالنهاردة لما ربنا يقول لئن شكرتم لأزيدنكم من النعمة ولئن كفرتم أي عصيتم بالنعمة ولم تؤدوا شكرها إن عذابي لشديد. ابن القيم يقول، أحد كبار علماء المسلمين، لما الإنسان بيعصي بالنعمة ربنا عز وجل قد يعذبه بطريقتين، إما ياخد منه النعمة، يعني ياخد مني عناية أبقى أعمى لما بص على الحرام، أو يحرمه بركة النعمة. فمثلا اعصي بالفلوس اشتري بيها حاجه حرام فربنا ما يباركش في مالي، فتلاقي مالي كتير لكني مش عارف استمتع بيه. اعصي بصحتي بشرب سجاير فتلاقي شاب لكن صحتي ربنا مش بارك فيها. طب اقول لك بقى حاجه، النبي صلى الله عليه وسلم يقول ان الله اذا وعد العبد فهو منجز له ما وعده. لو قال لك لو صليت تخش الجنه لو كنت كويس ربنا يفتح عليك، ربنا ما بيخلفش وعده. اسمع الحديث، واذا توعد، الوعد هو الوعد بالخير والتوعد هو التهديد، وإذا توعد فهو بالخيار، إن شاء عذبه وإن شاء غفر له. إن شاء ربنا لما بيهدد ساعات بيخلف تهديده. خلف الوعد لؤم، وربنا عز وجل كريم. خلف الوعيد كرم. خلف الوعد لو وعدتك لو عملت اللي عليك هدخلك الجنة لا يمكن ربنا يخلف الوعد. صحيح. لكن لو توعدتك يعني هددتك بعذاب لو ما خالفت اللي أنا أمرتك به ممكن أخالف، أنا توعدي وسمحك لأني قريب منك. فكم من إنسان عصى بالنعمة والحفيظ كان قريب منه عشان يحميه ويستره وما يفضحوش، ويجيبه يوم القيامة يقول له عبدي أتذكر ذنب كذا فيقول نعم يا رب، قال سترتها عليك في الدنيا وأنا أغفرها لك اليوم. فافتكر حتى ربنا وانت بتعصي أنه بيحفظك عشان تطلع من المعصية تقول له حقك علينا غلطان، تبت إليك ورجعت إليك. دور على ربنا في رمضان. معلش يا أحمد قبل ما يعني أخلص الجزئية دي من كلامي، يعني لا أقصد أن المسلمين يقللوا عبادتهم، لكن أرجوك ما تدورش على العبادة أكتر ما تدور على ربنا. اعمل العبادة اللي تعرف تواظب عليها عشان رمضان الجاي لما نتقابل لو عشنا وكان في العمر بقية يا أحمد وتسمح لي بالتواجد معاك أقول لك يا اللي كنت ما بتصليش صليت الخمسة يلا صلي السنن السنة دي، يا اللي كنت بتصلي وبتزهق بعد 4 ركعات تراويح يلا السنة دي خليهم 8. لكن مش هشغل الكاسيت شريط فضل رمضان وبعدين للأسف الشديد بعد رمضان نتقابل أنا وإنت وإحنا بعاد على ربنا. على باب الكون
وقفت أرجو وقفت أرجو أرجو عطايا أرجو عطاياه التي من غير مني كريم كريم شأنه ستر الخطايا شأنه ستر الخطايا شأنه ستر الخطايا وشأني أن يكون الذنب مني. انتوا مع على القهوة مع أحمد يونس على نجوم فهم. قلبي يحن إلى مدينة طه فمتى نزور المصطفى ونراها روحي هفت شوقا إلى رؤياها روحي هفت شوقا إلى رؤياها وأرى فؤادي لا يروم سواها لولاهما نلنا السعادة والمنى لولاهما كانت ولا عرفت منا لولاهما نلنا السعادة والمنى لولاهما كانت ولا عرفت منا لولاهما شرعت مناسك أو سنن لا ولا طاب الرحيل من الوطن لولاهما طابت وطاب ثراها قلبي يحن يا إن قلبي يحن إلى مدينة طه. لسه مستمرين وموجودين معاكم على القهوة في ليالي رمضان، كل عام وحضراتكم بخير، وبنسمع أدعية وإنشاد جميل من القارئ والمنشد مصطفى. لسه معانا أستاذ مصطفى حسني، وفي نقطة مهمة، احنا دخلنا رمضان واحنا قبل رمضان كان عندنا حالة من التخوين والمقصلة اللي كل واحد بيحط تاني عليها، وبقى عندنا حالة كده واقفين لبعض على الوحدة، وقصة التسامح اللي هي المفروض يعني كل الأديان السماوية مش الإسلام بس بيدعو ليها، كل الأديان بتدعو للتسامح. بقيت تقول حد طب سامحه، طب معلش المرة دي، يقولك لا ما أسامحه إزاي، ما أعرفش أسامح. خد بقى عندك كتير بقى، لو حتى دخلنا في الثورة سامح، طبعا مش بنسامح من افسدوا الحياه والبلد، لا ده احنا حتى بنسامح بعض في اننا اختلفنا في الراي. لا 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 ما تسامحش، لا 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 ده انت قايمه سودة وانت قايمه نبيتي وانت ايه اللي يخلينا نتجاوز النقطه دي ونجرب بقى نسامح؟ يعني احنا على طول بنقول لازم نسامح لازم نسامح، ولكن مش فيش حد بيسامح في الاخر. مفارقه جميله جدا النهارده الاثنين. يوم الاثنين كان مولد سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. يوم الاثنين بترفع الأعمال إلى الله عز وجل. يوم الاثنين بتفتح أبواب الجنة، وربنا عز وجل بيغفر لكل الناس إلا اللي متخانقين مع بعض. ويوم الاثنين أول يوم رمضان كان النهاردة. فإحنا النهاردة بنتكلم على يوم مبارك جدا جدا جدا،
وكتير مننا مش مدرك يعني لما ربنا عز وجل يخلي النبي يقول تفتح أبواب الجنة يوم الاثنين والخميس فيغفر لكل مسلم لا يشرك بالله شيئا. كل الناس يا جماعة إلا متشاحنين زي ما انت قلت اتنين متخانقين مع بعض. هو اختلافي مثلا أنا أستاذ مصطفى حسني متى نتسمى متشاحنين؟ لما كل واحد فينا يكون متكبر على التاني والأخوة اللي احنا بندعيها والصداقة اللي احنا بندعيها تبقى رخيصة لدرجة ان انا عمال اقول انا مش غلطان مش هعتذر ونقعد ننسى المعاني الراقية اللي احنا بندور عليها ان احنا نيجي في ظل عرش ربنا اثنان تحابة في الله فاجتمع عليه وتفرق عليه، وان فكرة الصديق اصلا دي من احب العبادات الى الله انك انت تبقى واقف جنب واحد وتساعده وتعينه على حياته في رحلة الحياة الطويلة اللي احنا عايشين فيها دي أجمل ما يخفف على الإنسان الصديق. فتنهار القيم دي كلها قدام النفس وكبر النفس وأنا مش هنزل وأقول له وأنا مش هتراجع واتصل بيه وأنا مش هتهز وارجع له والكلام ده. الكلام ده كله هو عبارة عن نفس بتقوم على البني آدم وكبر. مش كده ربنا عز وجل قال سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام قال يلتقيان فيعرض هذا ويعرض هذا وخيرهما الذي يبدأ بالسلام. تعال أقول لك الأول يا أحمد إيه اللي بيخلينا ما نسامحش بعض؟ فكرة ما يستاهلش. وأصلا الدافع ده يا أحمد هو دافع هيخلينا دايما كل واحد بيبقى شايف أنه مش غلطان وإلا مش هيتمسك بوجهة نظره. ومن حقك بمناسبة الديمقراطية أنك تتمسك بوجهة نظرك ومن حقك تشوف نفسك صح، لكن الأصعب من كده أن تنهار قيم أمام حتة عزة النفس الزائدة اللي بتوصل للكبر، تنهار القيم أمامها فنخسر بعض بسبب أن احنا كل واحد فيه متمسك برأيه، فلا تستقيم صداقتنا وإحنا مختلفين. ده بسبب الكبر. أي إنسان يختلف مع إنسان فلا تستقيم الصداقة يعرف أن فيه كبر داخل في الموضوع. إحنا ممكن نكمل حياتنا وإحنا مختلفين يا أحمد. إحنا لو فتحنا دلوقتي أنا وإنت موضوعين ثلاثة قد نختلف، بس أنت كبير يا أحمد عندي، فلو اختلفنا همشي من عندك وأنا بقول في الآخر عقلي غير عقلك. وده سر تميز الإنسان، إن ربنا خلقنا بعقول مختلفة للإبداع. فتعال نقول إن الدافع الرئيسي أصلا إن أنا سامح، إن أنا اللي محتاج أسامح يا أحمد. أنا مش هقول اللي قدامي ما يستاهلش، أنا أصلا محتاج أسامح. محتاج أسامح عشان أولا ربنا يسامحني لما يشوفني بسامح وأنا مش غلطان. ربنا هيسامحني، وربنا ما بيغلطش في حقنا، إحنا اللي بنبقى غلطانين في حقه. فلما بيكون في قطيعة بين العبد والرب، الرب ما بيبقاش هو سببها، يبقى سببها العبد. فلو في قطيعة بيني وبينك حتى لو أنت سببها يا أحمد، فأنا هعمل زي ما ربنا بيعمل، بيبسط يده عشان اللي غلطوا في حقه يرجعوا له. ربنا هو اللي بيقول لنا تعالوا عشان تصلحوني، وإحنا اللي غلطانين في حقه. فأنا هكون عبدا ربانيا وسأتخلق بصفة الله الغفور الحليم الودود. فأنا اللي محتاج عشان ربنا يشوفني كده فيرضى عني. حاجة تانية المهمة جدا، أنا وإنت أبواب الجنة مقفولة في وشنا النهاردة ويوم الخميس اللي هو بترفع فيه الأعمال فيتغفر لكل الناس بسبب أن إنت أنا وإنت متكبرين. طب ما تيجي تعمل حاجة جميلة يا أحمد، ما تسامحني يا أحمد وتفتح لي أنا وإنت أبواب الجنة. عشان كده النبي قال خيرهم الذي يبدأ بالسلام. وأقول لك حاجة أجمل كمان، الإنسان اللي بيسامح يا أحمد وهو شايف نفسه مش غلطان، ربنا بيحنن قلوب الناس عليه. فبتلاقيه وقت ما يغلط ربنا بيقذف التسامح في قلوب العباد فبيسامحوه. وأي واحد بيسمعني، وأنا أول واحد بيسمعني هو أنا، أنا بقول لنفسي سامح عشان أنت بكرة هتغلط لأنك خطأ، لأنك إنسان وكل ابن آدم خطأ. سامح عشان بكرة ربنا يحنن قلوب الناس ويسامحوك لما تغلط، وأنت أقسم بالله هتغلط. طبعا أنا بكلم نفسي، بكلم كل واحد بيسمعني، وهو دين سلف ودينه بيترد. فأنا بقول لكل واحد مخاصم دلوقتي أو قلبه قاسي شوية على حد، سامح لأنك أنت تستاهل أنك أنت تسامح. مش هقولك الطرف التاني يستاهل ولا لأ لأن أنا مش عارف إيه اللي حصل، بس أنت تستاهل أن أنت تسامح. فسامح عشان ربنا يسامحنا. هويدا بتسلم على حضرتك وبتقول عايز أقول أهم شيء لما نقرأ القرآن نفهم معانيه، مش نقرأ وبس علشان نختم كده مش هنعمل بيه. وكلام مصطفى أستاذ مصطفى جميل جدا، أنا حسيت بإحساس جميل مش عارف أوصفه. في كمان نقول إحساسي أنا كمان ممكن تتفضل يا فندم.
انا بحط ايدي على قلبي دايما لما اتكلم في موضوع رمضان ده، وبخاف الناس تفتكرني جاي اقول يا جماعه ما تعبدوش ربنا، وده عكس اللي انا عايزه او عكس المقصود اللي انا جاي من بيتي عشان اقعد اتكلم مع الناس دلوقتي. انا واقف ورا الميكروفون دلوقتي كداعيه بيدعو الناس الى الله. لا يمكن حد يدعو الناس الى الله يقول لهم يا جماعه ما تعبدوش ربنا، لكن انا جربت لسنين طويله ان احنا يبقى همنا رمضان وننسى ان احنا عايزين نكمل. فانا جاي بقول للناس الاحساس اللي جوايا، اوعى حد يفتكر بقول يا جماعه قللوا، انا بس بقول خد خطوه تقدر تكمل بعد رمضان. فالاحساس اللي هويدا حساه ان احنا هنقرا القران بنيه البحث عن الله في كتابه، بنيه التعرف على الله من كلامه، هو ده اللي انا عايزه بالظبط. هروح اصلي هدور ربنا بيقول لي النهارده، هدور انا جاي ادور ربنا بيقول لي النهارده، مش جاي اخلص 8 ركعات عشان اروح عشان اعمل ريكورد انا صليت 8 يا جماعه، لا انا جاي النهارده فعلا فاتح قلبي لربنا، دي نيتي وانا نازل من بيتي عشان احس باحاسيس تخليها دافع اني اعرف اصلي بعد رمضان. فربنا يقدرنا يا رب ان شاء الله. ولا بتسلم على حضرتك وتقول لكم سلام حضرتك. طيب في كمان في ناس بتطمنوا بيقولوا مش هتسحر استاذ مصطفى ولا ايه؟ لا احمد كريم وانا متعود انه كريم و يعني مش قوي يعني. لا بالعكس انت كريم، انا شايف في اكل داخل وكياس اكياس داخله، ف انا عايز اقول شنط فجمعتها جماعه. ما احنا يعني شنط كياس هنختم قبل ما تسحر عشان بعد ما تسحر ما تجيش تقول جوه الاكياس ايه. انا بدعو الناس كلهم ان هم يتابعوا احبك ربي يا احمد، البرنامج ده غير فيا كتير قوي. بدعوهم كلهم ان هم يتابعوه وتقدروا يخشوا على mustafahusn.com يعرفوا مواعيده، او يخشوا على الفانز بيج بتاعتنا اللي هي ام مصطفى ام يو ام يو اس تي اي. اه طبعا ده www.facebook.com/mustafahusni مصطفى باليو. اتفضل. بدعوهم لان احبك ربي وانا بحضره غير فيه حاجات كتير قوي بجد، جدد روحي مع ربنا. فاتمنى ان احنا كلنا نجدد ارواحنا في احبك ربي يعني ان شاء الله. هنتوقف قليلا للسحور وهنرجع نكمل قعدتنا مع زبائننا الكرام. بفكر الشباب يقولوا بسم الله قبل السحور وما تسحروا وخلصوا اعتقد، يقولوا الحمد لله بعد السحور. فكرهم يا جماعه احنا في الثلث الاخير من الليل ده وقت الاستغفار والدعاء، لان ربنا دلوقتي في السماء الدنيا كما قال صلى الله عليه وسلم ينزل ربنا، ربنا اللي بينزل لنا احنا يا جماعه، ينزل ربنا الى السماء الدنيا في الثلث الاخير من الليل ينادي على الناس، هل من تائب فأتوب عليه، هل من مستغفر فأغفر له، هل من سائل فأعطيه. فربك بينده عليك. لسه أستاذ مصطفى مش هيمشي هيتسحر معانا، ولسه احنا مستمرين معاك وحتى أذان الفجر، بس اللي ما تسحرش يقوم يتسحر علشان أذان الفجر خلاص اقترب، هيكون الساعة 3:30 و6 دقائق. ولسه المنشد أستاذنا المنشد والقارئ مصطفى عاطف لسه معانا. سمعنا ايه قبل ما تتسحر؟ يعني حاجه كده وبعد كده تاكل وتيجي تكمل. تاكل ما تقلقش عشان تاخد طاقه وتيجي تكمل. يا كريم. مصطفى اتفضل. اللهم امدنا بمدد رسولك العظيم وافض علينا من بركاته يا أكرم الأكرمين يا